الثلاثة مقيس مصدره لفظ الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل غير الثلاثي مصدره القياس. غير الثلاثي مقيس مصدره كقدس الترقيص. فعل قياس مصدرها تفعيل. وكلم الله موسى تكريما. قدس تقديسا. كلم تكريما. قدم تقديما. كقدس الترقيص. وزكيه تزكية. فعل اذا كان معتل اللام. حذفوا ياء التفعيل وعوضوا عنها التاء. لان التاء اقدروا على الحركة من الياء. زكى لو قالوا تزكي قالوا هذا تزكي ومررت بتزكين. الياء تصب على الحركة خاصة إذا كانت متأخرة. التاء أفضل منها. حذفوا وعوضوا عنها التاء. واضح؟ قالوا تزكية زكي تزكية. إذا الياء كانت فعل معتلة اللام حذفوا ياء التفعيل وعوضوا عنها التاء. وكذلك إذا كانت لامها همزة نحو جزة تجزية ونبأ تنبئة. وقد تكون على وزن تفعيلة وليست لامها معتلة وليست لامها همزة. تقول ذكر تذكرة تقع هذه. واضح؟ أنا قال وتزكي تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا. هذه الأمثلة يقصد بها أن أفعل مصدرها إفعال. أقسم إقساما. أكرم إكراما. وتفعل تفعل. تكلم تكلما. تقدم تقدما. تجمل تجملا كما قال. استعاذ استعادة. استعاذ استفعل مصدرها استفعال. استخرج استخراجا. استكبر استكبارا. فإن كانت عينها معتلة حذفت ألف الإفعال ألف الاستفعال أو العين. الله أعلم اختلف النحاة. تقول الاستعاذة أصلها استعوذة. استعاذة أصلها استعوذة. سوف يأتيك في التصريف لساكن صحنق للتحريك من ذلينات عين فعل كأب. استعاذة أصلها استعوذة. نقلت حركة العين هي الواو. الواو هي عين الكلمة. نقلت حركتها إلى 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 ما قبلها. فالكلمة هو العين. فسكنت الواو وسكنت قبل ألف الاستبعاد. حذفت إحداهما. قال السيبوي المحذوفة الثانية. وقال الأخفش المحذوفة الأولى. والله أعلم. قال والسائل استعاذة لأن استبعاد إذا كانت معتلة العين تكون على يقال استعادة بحذف ألف الاستبعاد أو عينه وتعوذ بالتاء عنها. والسائل استعاذة ثم أقيم إقامة. أقام أصلها أقوم كأكرم. لكن أكرم عينها صحيح الراء حرف صحيح. وأقام مصدرها عينها معتلة أقوى من أصلها. نقلنا حركة الواو عين الكلمة إلى الفاء وهو القاف. سكنت الواو التقت ساكنة مع ألف الإفعال وحذفت إحداهما. الله أعلم أيهما المحذوفة كما قلت قبل هذا. فقالوا فيها إقامة. حذفوا ألف الإفعال أو عينه وعوضها التاء. قال رحمه الله وغالبا للتاء لزم. غالبا للتاء لزم. تقول استقام استقامة وأقام إقامة. وقد تحذفه كقولنا وإقام الصلاة. سمع من كلام العرب أراء إراء أجاب إجابا. هذا من غير غالب. حذف التاء. قرأ المفتتح بهمزة الوصل الماضي المفتتح بهمزة الوصل ولا يكون في العربية إلا خماسيا وسداسيا. نحو انتقد انطلق انتقادا انطلاقا. اكسر ثالثه واتي بألف قبل الآخر. وكذلك السداسي من استخرج استخراجا. ما كسر تلو الثاني مما افتتح بهمزة الوصل. تلو الثاني والثالث كالعراء كالعراء كالصفاء قصدها وضم لا يرضعه في أنذار قد تلبلب. تفعل له مصدرها على وزن الماضي فقط. عليك أن تضم الأقل الآخر. تقول تدحرج تدحرجا. تكلم تكلما. تقدم تقدما. فعل لها مصدران قياسيان. لها مصدران جلال أو فعللة. تقول في دحرجة دحرجة ودحرجة. وجعل مقيسا ثانيا لا أولا. الأول أحيانا لا يقع لا يكون مصدر فعل لا. لكن الثاني مصدر مضطرد قياسي. دحرجة دحرجة. وسوسة وسوسة. عسعسة عسعسة. وهكذا. فاعل فاعل لها مصدران فعال ومفاعل. قاتل قتالا ومقاتلة. وضرب ضرابا ومضاربة. لفاعل الفعال والمفاعلة وغير مرر. والسماع عادلة. اجعل السماع عديلا له. اجعل السماع لا يرجع اليه معه للسماع. سمع من كلام العرب ترام القوم رميا. ترام القوم رميا. سمع وكذبوا بآياتنا كذابا.
لم يقل تكذيبا كذابا. قال كذلك سمع اطمأن طمأنينة اقشعر قشعريرة هذا كله مسؤول. أنا أقول ما أرى السماء عز أقرأ. إذا جاءك في مصادر غير الثلاثي ما ليس قياسا خذ ما سمع من العرب ولا تقص عليه. نعم إذا أردت المرة من الثلاثي يقول فعلا تقول شرب شربة كذب كذبة فعلة لمرة كجلسة جلسة جلسة وفعلة لهيئة كجلسة التي تقول جلسة جلسة المتربع. إذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسن القتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلة لكجلسة غير الثلاثي بالتاء المرة غير الثلاثي إذا أردت المرة عليك بالتاء تقول استخرج استخراجة انطلق انطلاقة. إذا كان المصدر مقطوعا بالتاء تكون الدلالة على المرة بالوصف تقول قاتل مقاتلة واحدة لأن المصدر مبني على مفاعلة. واضح؟ إذا كان المصدر مقطوعا بالتاء تكون الدلالة على المرة بالوصف لا باللفظ تقول ضرب مضاربة واحدة. واضح؟ كذلك الهيئة إذا كانت المصدر الثلاثي مختوم بالتاء تقول رحمه رحمة واحدة. رحمه المصدر تقول فيه رحمة واحدة لأن المصدر مختوم بالتاء. نعم أنا أقوله بتاعة وقالة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة قوله الثلاثي بالتاء المرة أي الثلاثي تقول بالتاء المرة وشد الهيئة لا تصاوي إلا من الثلاثي وجاء شذوذا من غير الثلاثي قالوا اعتم عمة انتقب نقبة اختمر خمرة. أنا أقول لي وشذ فيه هيئة كالخمرة اختمر اختمارا هي مصدرها اختمارا لا تصاوي الهيئة من غير الثلاثي وسمعت اعتم عمة انتقب نقبة.